أستاذ أكرم عطالله، بحضرتك بالتأكيد تتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية. نقلت أيضا هآرتس الإسرائيلية قبل قليل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم بأننا نقترب من إحراز تقدم في هذه الصفقة المقبلة بين حزب الله وإسرائيل. لماذا هذه النبرة والنظرة التفاؤلية أكثر من اللازم أستاذ أكرم؟ مساء الخير لكم وللضيوف الكرام ولجميع السيدات والسادة المشاهدين. وحتى الآن لا تبدو أنه نحن نعيش مناخات تقترب من الاتفاق بين الجانبين. شروط إسرائيل عالية، والجانب اللبناني وتحديدا حزب الله حتى الآن لم يبدأ أي إشارة أنه مستعد للتجاوب مع هذه الشروط، لأن إسرائيل لا تطلب أقل من السيستم كاملا، ولا يبدو أنه الأمر يقترب من انفراج. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمناسبة منذ المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لوقف إطلاق النار أيضا كانت على الدوام متفائلة إذا ما نتذكر. صحيح. وبالتالي جزء ربما من السياسة الإسرائيلية العامة، طبعا هارس يريد يسارية لكنها ربما تنقل عن بعض مسؤولين يسربون من مكتب رئيس الوزراء الذي اتضح أنه كان يسرب أشياء متعمدا بتسريبها. نحن أمام دولة لم تعد دولة إسرائيل اللي بتمارس الشفافية والحقيقة المطلقة وكذا، الآن نحن أمام مكتب رئيس وزراء ماكر يستخدم وسائل الإعلام يخفي عنها ما يشاء، يسرب لها ما يشاء كي تشيع أجواء لا يتحمل فيها مسؤولية تخريب الصفقة. ما ثبت أن وسط تفاؤل هارس والإدارة الأمريكية أيضا كانت متفائلة، وتفاؤل كل وسائل الإعلام الإسرائيلية على امتداد شهور ماضية كان يقف خلفها بنيامين نتنياهو حتى لا يتحمل مسؤولية فشل هذه المفاوضات أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. هذا السيناريو طبعا تكرر. الآن الإسرائيل تريد صفقة، نعم تريد صفقة، الولايات المتحدة تريد، نعم بجزئيها الديمقراطي والجمهوري. الرئيس الديمقراطي لا يريد أن يغادر المنطقة، وهو يعني يترك إرثا من الحروب في المنطقة، على الأقل يريد أن يسجل في تاريخه أنه أوقف هذه الحرب ومنع حربا إقليمية كبيرة. الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب لا يريد أن يحقق هذا الإرث، يريد أن تنتهي، وقال بشكل واضح أن تنتهي طلبا من نتنياهو أن ينهي هذه الحروب قبل أن يدخل. وبالتالي أطراف إسرائيل، لكن أي صفقة يريدون؟ هناك إجماع علينا أن نتذكر بين إسرائيل، إدارة بايدن، إدارة ترامب على أن تنتهي هذه الحرب وبالشروط الإسرائيلية وبتحقيق انتصار كاسح لإسرائيل وبإعادة إسرائيل كدولة إقليمية مهيمنة بالمنطقة. لا أحد يتوقع. نعم أستاذ أكرم، أضرب لك مثال أنه مثلا دونالد ترامب طلب من نتنياهو أن ينجز المهمة في قطاع غزة، ينجزها انه يستغرب انه كل القوه الاسرائيليه غير قادره على سحق حماس، انه شو هالقوه الاسرائيليه، خلصوا بسرعه الموضوع، يعني انتم تماطلون بالموضوع، تقدروا تحتلوا غزه وتقضوا على حماس وتقتلوا الناس وتهجروا الناس وتعملوا كل شيء، فلاقوا حل دبروا حالكم، اما انا في فتره ولايتي عندما ادخل لا اريد ان ارى حروبا، بمعنى ان تكون اليد الطوله لاسرائيل. هذا غير متوفر لبنانيا، لماذا؟ لانه الحرب انعكاسا للميدان.